ليفت هيساوي نص رو يو انفينيتي سكوير دايناميك بريشر في اس في سي ال الفا في الفا ريجيد زائد ثيتا ناقص سي ال دلتا سوري هنا الناقص بره ناقص سي ال دلتا في دلتا صح ولا غلط؟ تاني ايه اللي عملته انا هنا؟ مبدئيا كده ده اللي خدناه في سنقول مش كده؟ نص رو يو انفينيتي سكوير اس سي ال الفا في الفا مش كده؟ ده اللي خدناه في سنقول حطينا عليها ثيتا اللي هي جايه من التويست ده خدناه في المحاضره اللي فاتت تمام؟ دلوقتي هنقص منها كمان دلتا او تأثير الدلتا سي ال دلتا هنا انا خدته انا كاتب ناقص سي ال دلتا وبالتالي انا هعتبر ان سي ال دلتا رقم لازم يطلع لي بوزيتيف موافقين على الكلام ده؟ تمام؟ طيب ثيتا بقى كفانكشن من دلتا اكتبها ازاي؟ ما هي ثيتا دلوقتي التويستنج انجل كل ما هتغير دلتا هتغير مومنت هتغير ليفت والمومنت والليفت هيغيروا لك ارجع للشغل بتاع زمان بس هحط عليه تاثير الدلتا صح كده؟ فهاجي اقول ان الايكوليبريم بتقول ان الايروديناميك مومنت زائد الليدنج الليفت في الاي الاي اللي هي المسافه دي ما بين الالاستيك سنتر وما بين الايروديناميك سنتر بتساوي كي ثيتا في ثيتا مش دي المعادله اللي ابتدينا بيها نعم دي دي المعادله دي هي دي المعادله بتاعه التيبيكال سيكشن تفاصيلها بقى هي اللي بتختلف من مساله لمساله فهنيجي هنا ونقول ان الجزء بتاع المومنت هيبقى السي ام بيساوي سي ام نوت زائد سي ام دلتا في دلتا حيث ان السي ام دلتا هو ايه معدل تغير المومنت مع دلتا اللي هي دي سي ام باي دي دلتا مش كده بينما السي ال هيساوي اللي احنا كاتبينه لسه من شويه صغيرين هيساوي سي ال الفا في الفا ريجيد زائد ثيتا ناقص سي ال دلتا في دلتا اللي احنا كاتبينها فوق دلوقتي ناخد الكلام ده ونعوضه في المعادله اللي احنا كاتبينها هنا معادله الايكوليبريم انا كتبت كوفيشنتس بس ان احنا عارفين الباقي يعني هكتبه اهو دلوقتي كاملا ان شاء الله هنقول ان كيو اس سي سي ام نوت زائد سي سوري سي ام دلتا في دلتا زائد كيو اس اي سي ال الفا في الفا ريجيد زائد ثيتا ناقص سي ال دلتا في دلتا ناقص دي المفروض على نفس السطر نقفل البراكت ده كل ده بيساوي كي ثيتا في ثيتا صح؟ دي ما اهي خدت الكوفيشنتس دي وحطيتها جوه هنا مومنت اساسا ايه كيو اس سي سي ام شلت السي ام وحطيت الليفت عباره عن كيو اس سي ال شلت السي ال وحطيت دي
خلاص. لملي بقى الترمات اللي فيها ثيتا. خلي بالك احنا ابتدينا منين؟ احنا ابتدينا من ان الليفت فانكشن في ثيتا وفي دلتا، مش كده؟ بس ثيتا فانكشن في دلتا، فعايزين نجيب ثيتا كام بدلاله دلتا، وبعدين نرجع نعوض في المعادله دي، وبعدين نفاضل الليفت بالنسبه للدلتا ونسويه بالصفر. خدتوا بالكم الخطوات اللي احنا عايزين نوصلها؟ نعمل ايه بقى؟ نجمع ناخد الترمات بتاع الثيتا دي، لو جينا ناخدها هيطلع عندنا كي ثيتا، القلم ده وحش قوي، كي ثيتا في ثيتا ناقص كيو اس اي سي ال الفا ثيتا، صح؟ كيو اس اي سي ال الفا ثيتا ناقص كيو اس اي سي ال الفا ثيتا. نغير اوكي، بيساوي ناخد الحاجات اللي هي في دلتا برضو نفكها عشان ناخدها مع بعض. فعندك كيو اس اهي سي سي ام دلتا دلتا معايا اهم، هكتبهم اعمل لك عليهم علامه بالاخضر اهي. ادي الترم ده فيه دلتا والترم ده فيه دلتا، صح؟ فكيو اس الاولانيه هتبقى سي سي ام دلتا في دلتا، صح؟ والثانيه هتبقى اي ناقص سي ال دلتا في دلتا، صح كده؟ طيب يبقى هنكتبهم هنا زي ما هم كده، كيو اس يبقى هنا سي سي ام دلتا ناقص اي سي ال دلتا، ونقفل ونكتب دلتا بره. اللي هكتبها هنا معلش المفروض تبقى في اخر السطر، صح كده؟ يبقى احنا كده خدنا الترمات اللي فيها ثيتا على ناحيه والترمات اللي فيها دلتا جمعناها مع بعض، يبقى فاضل في دلتا ثانيه ناقصه، فاضل بقى الترمات اللي هي الجنرال الكونستنت تيرمز، صح؟ الكونستنت تيرمز تعالوا نكتبهم بلون ثاني. ادي ده constant term وده constant term بس، صح كده؟ يبقى q s برضو تطلع بره، وبعدين c c m note، وبعدين ده زائد اي سي ال الفا في الفا ريجن، صح كده؟ هنا بلس هنا بلس، صح؟ اوكي، يبقى الليفت هاند سايد بتاعنا الحاجات اللي هي في ثيتا، وبعدين الرايت هاند سايد دلتا اللي هي اساسا انبوت، مش كده؟ الدلتا دي هتبقى انبوت من مساله من حركه الرادر، الطيار ادى رادر قد ايه، مش كده؟ دينا دلتا، دلتا دي هتتضرب في الترمات دي، وبعدين في كونستنت تيرم جاي من ان كده كده الطياره الاستيك، مش كده؟ كده كده الطياره الاستيك، وبالتالي ثيتا هتيجي في، انت عندك ايروديناميك لودنج جاي من المومنت وال الليفت. لا، كلمة الاستيك دي ملهاش لازمة، جملة اعتراضية، خلاص؟ دي الايروديناميك لودنج الأصلية بتاعت الطيارة. نعم؟ دي اللي هي الانيشال، ما تزعليش، اللي هي اللي هي النومينال، صح كده؟ طيب تعالى بقى نكتب، يبقى في الحالة دي ثيتا بتساوي كام كفانكشن اوف دلتا، مش كده؟ نقدر كده احنا نكتب ثيتا كفانكشن اوف دلتا.
يبقى هنا ثيتا بتساوي، هناخد كل الهصة دي مش كده، هنقول عبارة عن كيو اس سي سي ام دلتا ماينس اي سي ال دلتا في دلتا، نعم بلس كيو اس سي سي ام نوت بلس اي سي ال الفا الفا ريجيت، كل ده على كي ثيتا ماينس كيو اس اي سي ال الفا.